سلام تغطى تلتنا الشانل كما يكن يخوم كما يتخون السنة كتكون أنا وتر من يوتيو أبدا فيديو زيا أبل علين أبل علو خومن كما أنا أبل علو بزوحات أفريكا ويانن تأوي جزولو نسخاتكم أدليتن تقامتن فترات هايكونكم سلزي بوتا حسكم لنا لغم سأقازو اللو بوتا حسكم لنا لغم نزي آتوم كما يجيرنا سيستماتيكا لكنا اليوم نخل زبل بحادة بوتا بحادة سبستب على زي كوني بتدقى قامي بستفل عليه من قدد شرحو لزلو أنا زبال كويكا إلومو تباهيلو زي كونس بقافهم بستفل عليه مدري كزاربو كنسمعينا نزي شميعو كعام زي دلي لنفسو قد ايه توم كتسمعتو دليو توم كتفلتو دليو نزا فيديو كساب مود داتا تخطلوا سلمنتاي كمو قبرلو بخمي قبرلو حادة بحادة كبرهالنايو لايك قبروا مجمريا بزن الجمر كل تبع دحربايتا كل دماغ رينا ليتس جو to this talk. It's called the science agenda to exterminate blacks. The truth is there is a concerted, organized, long-standing effort to eliminate African Americans from the human gene pool. Not just African Americans, by the way, but Africans. So مجمري انت هيبلالو هذا اجندا زتحنتسا كابنا ويحوانا لو نسدما نتي جن ويكانتي زرعي ناي تسلمتي تسلمت أمريكان ترى دي كونس بحفشة نخلهم تسلمتي كاب قسم ريت نمحكاخ اللي مود سرح زولو برك قد سرح على زولو من قد كن رينا حادة من قد يكون نري استفل علي من قد تاتي نهنري نغاد تسلم تايب لانو اسمعيو This is happening right now. You are being subjected to it. It's happening through multiple vectors of science, medicine, and food. استفل علي من قد سرح للو انتايو خط سرح ساينس بساينس يسرح لزولو بمقبي صال سايد ما بمدهانيت بسلسة من قدي ازي اتزقال الاخر دعنا زخيليو اتعنينا كن بطحو عانو خفلتو زي كالكو مبزعتنا خفلتو زي نخيل زراغاق زخطلو زولو دما كالو وقن عقر قرن بلوتيكان ابوتو نهال لوين عنزارب زالنا So let's continue But I will detail here in this talk and it's all being done covertly So almost no one is aware of this. The entire mainstream media refuses to acknowledge this. زخول دما بشفون من قدي يوز قبر زلو سلزي بغليلو اب غازيتا ويخون اب كالي ميديا نخط رخبونا شقاريو بنتور بريل ديب ريسيرش خد قبر كتكال لكا مغنياتو الميديا زقوة تصر وساتهم سلزخونو مينستريم ميديا مالاتيو كالي ميديا قن انا حجي كابنا اي سي اي وي اي اف بي اي قد قواتا وسي اي بلاكوني عليو التمينستري ميديا جن كومت ايد لني كتفلطو سلازي دالك ازبل بس حسب دما نعمي زكاتات زلو The scientific community will say that none of this is true and yet if you look at the facts that I'm going to share with you and the history that's undeniable you will see there is a concerted organized effort to eliminate blacks Hi So زي بعلامة كله ولا توم ساينتست وكاتر قال قال إذا حسيتوا كونسبيرس تيوري قبلنا يقولوا شلل لكم ما تسميمكم تخيلكم ممكن بعلقهم فردوا سبك فرد لكم زي كنا بعلقة بعلقة نخد فرد يتعلمها so كمل ساين هذا فيديو let's go بخال من قد خجلت كلهم رينا this guy WHO you know straight Judah this is why they like him this is what one of his master thinks about the African population أمونغو دكتور تيتروس حلافنا يودبت عنا علمن أمونغو بيل جيتسن تبوغ زمدنا خمزولو أبكالك زي فيديو خغرب لكم دكتور تيتروس مس بيل جيتسن نوح تاريخ خمزولو زمدنا خمزولو خنقر كلو بخالة زرار بعد ما بيل جيتس بات فاونديشن ناتو ميليندا عند جيتس فاونديشن بحال ميليانس عن ميليانس عبتو ودبت عنا علم كم زهب زي ما نوفايا زي كوني حبو عجندا ناتو بما نقردو خطاكبر أبزانا يلو من ريا ماستر بلان دما بخامي كم سرح كن ريا نازي Yeah. The population of Africa is set to almost double by 2050. If we don't do better, حزبنا أفريقيا بغلتش عن حمسان أبيلو كابتزولو كلتا بيليون كبابي دبل كونيو أربعة بيليون أبيل كونيو سلازن تايك قبرا لو نبيل جيت مغرأي وكل جزء سجنتير زخانة مغريزة لو Let's go. By 2050. If we don't do better in Africa, Population of Africa is set to almost double by 2050. If we don't do better in Africa, yes, the number of people is actually going to go up.
more solutions be focused on. قالنت زي جيرنات حزب برجز كم تتبليه زلخ كعبيو يبلو لوحدي اتمفتعي زخون زبوزلو نسمعيو. Slowing that growth. So for example, increasing reproductive rights for women or spreading the access to contraceptives. What we do. نتايت بلا لا قال كعبت مفتعي خون زخيل اتي reproductive rights نتن دكنسيوسي كولدان كولدان مسلك وهبنا له مسلك وهبنا له يكونن جن تعلامان تايو دكنسيو ولات كم صال اغير كم مهار يزي زد ما بعرب عالم بيرفكت لسرح لومي سلازي تني نحن رينا بين اجندا سرح لو ازيرو تي قدمايو نزيك تسمع خلغا نو 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 خوم يكون تغاغل لها يهم كتولو just wait and listen كالدما مزي مكلا خلت استفل علي ورقعتي ازي اتم تم نحن ريومينا Between now and 2050, with health and nutrition, set the. Alamna ba artificial intelligence ba blockchain technology kamo un probatat tham ba baluzala inta aynat mengadi wey guzon tosad na izawat ana nizbil hutok hajiz mental majmeria abhant srah abhad audi certificate wey srah izak nabri mbal sabba gusane konen. انتهينا مجمريا نتو تكنولوجي زحن ببالوز اللي حدش سيكترس ابو ينفسق نقبرا لنا بمنقب ستوك ماركت كومون نبع الكريبتو كارنسي فليتنا استوعيلنا كنتك املون كنكلال لنا ازي عدل ازي زدقام عدلون ايكونن كالد ما نتو تكنولوجي كي واحد انخلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتهي عودي كنفلت لنا ازي تماهيري كنحجو زي كونس كن بحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرام الدمال لنا أتيكم رأيو حقوسكم دماغي خليو. Thank you. Okay, نغتل. Slowing that growth. So, for example, increasing reproductive rights for women or spreading the access to contraceptives. What we do between now and 2050, with health and nutrition, set the population growth rate coming down quite a bit. Coming down. Not nutrition and medicine. أستغفر الله. تي بيرث ريت لتحت خمس ورد دقيمه خصنا كدق مالكم يا بليز ليسن تو ذيس the number of people is actually going to go up more solutions be focused on slowing that growth so for example increasing reproductive rights for women or spreading the access to contraceptives what we do between now and 2050 with health and nutrition set the population growth rate coming down. نتيجة بين تحت المراد ب health بتأمجا جبومن بمدحانيتن يزبل زلا زي انتاي مالتيو دحان مزيا كي تخبركم بس معي ما. Okay now let's go to in detailed plan now to كم يمثل. Biggest challenges in conservation. Yeah, the growing human population. عبدنا conservation is a planet نحن نمعكب حركة تزعب يتسعقم تاي خطر تبلو لزي نتانا نقصنا عد انجليز نبرد بعال بيتاز نبريو سلزي انتاي بلالو environment تسرحيو نتي environment ويكان نعلمنا نمعكب تزعب يتسعقم بز حزبيو يبلالو الزي دما مفتعنا تدما نتهم حزبي مقراليو زبل متكل زلو سبينيرو If where we are there's nothing else And do you have views about what should be done about that? Don't you guess? First, we've got population. So, Bill Gates, Z, Abkutashin, Asar Tarbatan, Zahaba Habaritai, let's go. First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. We could lower that by. Samaykumada? انتهي بلا الله التهزبي ابتز قبرو اللوز نبري شدش تبليون كباب نيرو نبتشعة تبليون قصو دماي خيدا اللو بالنيرو سلازي ابتناي ريبروداكت سيستم ابتناي مكلخال هاي تنسيو القلمالي كومون اب ميديسين كومون اب مقبي كومون اب باكسين سويكا اب كتابتات اتو كيرنال تسرهنا نتبز حزبي بعسر تكساب عسر تحمشة برسنت كانو قدلو نخيلينا كتابات كنوسد كلنا تعنا غنركب نخيل نموت حمام كيت كعناينا اينا نبهان نتايق نبل اللوسو التكتابت موقوط أصرنا هزب قونا نايخليو زيقن حادة من قد تترايب تالي من قد تات زين حزب الويكا بغطا كان تحزو زين قد مستاج جنداناتهم كان رينا there's a lot of secrets كابا فينا نسو مازالنا let's continue perhaps 10 or 15% and then we have another crazy billionaire Bill Gates says
There's too many of us. His thing by 2030 is to depopulate the planet. And I just wondered, like, are we part of the population that he wants to de? Bill Gates jokes to Gabriel Zolom. Gala kabatum nima. Kana gudula lana tizbi. Yibila lo. Nima nai kha gudilna akha ikonam. Clearly planatum. مجمريا بتسلم تمخانيو سلازي كاون العلي نعنا زي ملكات حسابي نقعد سلا دحان depopulate. This is too many of us. This is a, and this and he says it and people go it's a conspiracy theory. This is a conspiracy theory. He said it. اتسقى من تاي من تاي امتي ازيا كم زي لو خلو سميع كاي خلها بزنها بعين خاري خاي خلها نو كوم مالتي كونن نتحكى سميع وخلو سب denial ينقصكو نتحكي ازيد ما يتسقم نايت بفلاي نايت سلمتي بيناي قنقو حمزر دانا ايردانني زباس حسب تردينا لو ناي غلا غلا كن كردانا يكلني كوميلو كومو مالتو يكونن يلوم كما غوتو زخلو لو ما غات سمسمع اي جو اون يوتيوب اذا فكن بيل جي بيل كلينتون يو نو بيل كلينتون مي بيل جيتس ام سوري اي واز ثينكينج اباوت ابستينز ايلاند فور ا سكند سو You go and see on YouTube. He says one of the goals by 2030s is to lower the population of the planet, and one of the ways to do that is using vaccines. It's like what? And people go, no, that's a conspiracy. How do you make that vaccine? You look up the book. The map is half a month. That's a second day. Sir, Nero, you fall down. Come here, you know, look up. No, come on, let you come. Up to the dim. But his beats. I got now. His bed. Ma, book the book. Dear, no, 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 no. بمدحاني ديارنا نقدر لنا نبرع للسبسخة عبزي يسرح له بلاناتو حجز جمري يكونن كابا بوز جمري تنين لان رينا قد نزخة مان كأمن اي كل نتزبع عالم كساب كندا يا بروباقاندا كم زنبر مالتيو theory. So he said it. You can go see. He said yeah, but it's a conspiracy theory to think, you know, he meant what he said. So what? It's crazy. حجي بعفو أبستفلا لي مدرخيلو سنسمعي أبزياخ أنتاك بليو بيل جيتس مالتي Foundation. My full-time work at the foundation is mostly about vaccines and seeds. About كند سرحي أبتي foundation ناتي أبزرين أب كتابتن زوتو كوريو يبلنا لو زري نعانا تعم هيوات نخن نبرت عم مقبن خبن لعي كونن exact اللي تبلان ناتو نتزب عالم نمقدال كون كولو بيناي من قدي بنوتريشن اللي ناني رابطنا يكادا ماستر بلانو بامقاقبا سلزي ابتزار نبولعو ابتكبلعو زخل سب ابو بمتاو نتهزب كامزو قدل زكا قبر زخل من قدي كالي دما بكتابت سلزي بخل من قدي زكا على سنازلو تكتابت ناتي اكزاكت لغمي مغانو سنهين لهم رينا About the things that we need to invent and deliver to help the poorest 2 billion live better lives. But energy and climate are... So زربو سمينا لنا سلمان تايجن بيل جيتس كمز كونكيلو كابي يمت يزما دبزي نسدي ابغيسو انتايت على مغرب الغلينا نسمع يا جن دحري تمليسنا انتايت موتيف كان ريال النبز there what he said Bill Gates said what he said so if you don't want to get it by now maybe listen to the fact that he mentioned that his father was a part of Planned Parenthood if his father was a part of Planned Parenthood what was the objective ازدغن ازي مقدالنا حبرتسب وي كان يدق سبات كابوز جمري يكون كابيل جيتس جمري يكون ابو اكل لايتي بلانت بارنتهود زبحال ويدما اتي حزبن خي معبل وي كان خي بزح نمقوت صار زتقمول زنبرو اف ثلاثات اف جين اف تحتي اف شنشات من ثلاثات اسراتات كله ابو تساتفاي نيرو اتي بلانت بارنتهود زبحال كانتاي اكزاكتلي نسمع يحكي ا بلان بارنتهود هي سيد اتس فادر يو توكين اباوت ان ذا 30s ناو You're talking about someone by the name of Margaret Sanger, who was the founder of Planned Parenthood. What did she say the purpose was? Margaret Sanger, who was an honorary Klanswoman. Margaret Sanger, who used to give lectures at Klan's rallies talking about the population of Negroes and particularly has to be lessened. Margaret Sanger, who said that, quote, Negroes are like human weeds and should be exterminated, end quote. Margaret Sanger, who... So there's many mystery to us in a Planned Parenthood, the Margaret Balsabetia. እቲ ሓሳብ ኣምፅኣቶ ኣብ ብዙሕ ድማ ተዛረበሉ ዝነበረት ገለ ካብቲ ተዛረበሉ ዝነበረት ቀዳማይ ኣብ ፀለምቲ ዘተኮረ ዩ ነይሩ እሳ ድማ ፀለምቲ ልክዕ ከምዚ ኣብ ግራት ዘሎ ፀሃያ እዮም ኣብ ግራት ዘሎ ፀሃያ እዩ ንፀሃያ እንታይ ኢና ንገብሮ ፅሂኻ ካብቲ ግራት ተኣልዮ ምንታ ንቲ ግራት እቲ እኽሊ ፅቡቅ ንክፈርስ ስለዚ ፀለምቲ ወይ ነግሮ ልክዕ ከም ፀሃያ እዩ ስለዝኾኑ ክእለየለዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚኣያ ነቲ ስነ ሓሳብ ናይ
بلانيت بارنتود زبال تعمشم زهابو لك مستسع زحسبو على ما زي كيتشم كم زخ بلغ بلانك قبر خلو تصبق صدران مهناس إذا مثلا كان نو اتر لك بلان زي نزيد ما بيل جيتس كاب أبو كامل سنة وريسو بزل علي أبزل على لفل بستفل علي من قد سرح لزولو جينا بزوح كن رينا In a black and white interview with Mike Wallace said, quote, I believe the greatest sin is to bring a child into the world, end quote. And you're saying that the number one problem right now in the world is overpopulation. بخالة زر أربعة أبتنيت عادوا نيكالو تحمل تسبق هون كلو نتعلم هيا يكبلون كلو نتوم تحرر دماء أب علم تزخفة حتيات ويجبن كل عام ولاديو سخلو قبر سدوم عونت كابي بكسر دعك مالنا قبر سدوم تخين ود مسودي كل عاي ولدني كل مسقان كل عاي ولدني so there is a plan توم تريهم دلهم ساعة ساعتيهم أي تبلان هندسي كون You are a goddamn liar. You're literally a liar. There is over 196,940,000 square miles of planet Earth, 57,255,000 square miles of land, 139,655,000 square miles of water. Who the hell are you playing with? And you're telling me... Ati, za alamnasi weka za planeti, na zihizbi zolo, ay ta'aglo niya zibluwa zolo, ati zihizin kafalo, aba hassot mukhaneyo. Makhniyatu, ertra no sada, abka basa taqmbad dharuginka, بك عمريت ابي بزع عدخت كوسي تبل اير تراجن نيشتي كفال ناتوينا تسبز قمط ابوتا تزعبي هيك كفال بوتا سباي قمطوني منال باتا كتب لي ماي سلو زيبل ماي ملي عالمنا سلستر عناتا مايا صنيين لهن رينا سلازي كل تزبلو زلو كام حر حما كفا سلو زلو امبر تي بلانيت سب سلو زبز حي كونن زبز حزب عالم زبز حي مريتنا اذا عالمنا سباي نبروني اوحد بوتا تريز زقمط سب زد مايتك عندي سيد أنا أوم ذا بعلوم زبلكا نايب حق أجمع سلوز اللي يكونوا. Tell me that 7.7 billion people occupy all of this land. No, we do not. They scared of you, you ever bro. Drove through Texas? They scared of that. You can't fool us no more. You ever drove through Texas? You ever drove through Nevada? You ever drove through Oklahoma? How much empty space is out there? We ain't overpopulated. We are densely populated. Too many people are trying to live in a certain place. That's the problem. But there is tons of land, brother, all over this planet. It is plentiful. Exactly. Hijintai kan rina, zgatsun zolo, bhamay sharhullo, weka kam hijintai gerom, kasab hijiz gaburo, kafa ammonre, abkali kan taiko gaburgulu, kan rina. Azji bzuh man gaddi zolo ti, nati kafa anatom za gabur zolo man gaddi salazi nukhut subtsuba, azji kabiriyo. So, majammariya, bazianai Robert Kennedy Jr. Nay Bill Gates'in, مشاركتنا بأفريقيا أزغبروه نخي نسمع Let's go Gates has dictatorial control over the WHO and he also controls UNICEF Bill Gates برتع زخونة ويك حيال زخونة قوتزر قبل على UNICEF كمون أبودبت أن علم زي WHO زبهال بدكتور تيدروس مرح كمزلو ينقرنالو تسمعوا حجي A tetanus vaccine Actually, 5 tetanus vaccines to a million women in Kenya. They're doing a national program to this 5 vaccines, and a lot of doctors started saying, "Ab Kenya, ab li had a million de konstio na tetanus bhal kitabat kubuja miromalo. Normal eti tetanus kitabat hamisha dose de mayam zubum. But hadak ziyazu hab de mat kitabat na asert amat kitagma kahel." نساتهم جن حمش دوس نحمس عمد خون كم زغل جرم هي بوم علو سلمنتاي سمعوا حجي إزي بحق مستيرات نايز الحكم الناتات زك على زولو متصحف من متصحفة the real pouch تبل متصحف متصحفة حجدي ما president نا أمريكا نمخان زوادا در زولو كابتم تبع generation ناي كينيديز أبسو ساتاز تقتلة حوبو جون إف كينيدي كمدي ما نزي أبود ما بوليتيكي نقلو أبتس أنت عطين تكتشح زتقت ليو الزون من البعض بزح مستيرات ياو تيزلو نبي حكي أملاك حلو ويزبل. Wait a minute, we didn't even have a tetanus crisis in this country. Number one, number two, why are they only targeting women? Because men get tetanus too, and it's only women of China. أبتس بوز اللوك تعبت أتوكير غزارب تخيني لو ما جمريا نايس تيتانوس بعد سجم. أفت حجر تيلنس أجمع يبلو من سلمن تايو تكتابة زوهاب زلو لازم تكتابة إنت حمام تتجمع تيو بلو من أبت عبارة سبتي سلمن تايو زوهاب زلو تعالى كيلو سلمن تايو ندك رسيت رأي وهاب ندك تبعتيه زي وهاب عند أتوكروا من ندك رسيت قبروه سلمن تايو سمعوا حج Childbearing years, but old women and young women get tetanus too.
Number three, tetanus vaccines last for 10 years. Why are we giving five of them? The Catholic Doctors Association got a whole bunch of the vials of this vaccine and they had them tested. Agent designed to chemically castrate, chemically sterilize. Yes. So, التعلامة ناي كاتوليك دكتورز بحال أحد فا جروب نتي قدايت بوغيرات أريو مثلا عتمس قبرو التعلامة زو هابزلو نتندك مستيو نممكان زعلما مخانو لك مستي عبك أدميز رانايو بروباغاندا ناتهم بتي ناتهم نتزبين مقدال هزب أفريكا نمقدال العلامة بنون ونون مسرح مخانو زي أبكينا نرلنا أبكال استفل عليها قرات أفريكا بزو حبريتار له أبكال قرب لكم كفتني دليت لكم حبروني سلزي إذا حادة كفاليو إدخال كفال أبزن الملس كنرينا سلسة استفل عليه كفالات أربعة وون كنرينا لاتشكو أبزخا Neil here in Medellin, Colombia today, and I'm at the world's biggest mosquito factory for the World Mosquito Program. We're making in here 30 million mosquitoes a week. أب أفريقيا حركة بتزع أبيك أتعال حمام تايو ليه يدس يغن للغالر بتخكل عاشيو عاشو خب من تايز مت بتأنتو أوكي إزيد ما حدا عبي لابراتوريا بكولومبيا زلويو ببيل جيت فاندد زخونيو نسمع يدا حان تاي قبر اللو عبزي فيرال كوينة بتويتر بزعق زيز واتو زلزي The mosquito life cycle starts with the egg and in this room we've got a lot of eggs. Each one of these strips, these tiny black dots, are up to 10,000 mosquito eggs. It's one of the most stunning things to say that this little mosquito kills almost a million people every year. Bill Gates, you. It's a great milu. Zanishte mosquito, hunt mosquito, ksab had a million sub. نعمت كتك تدخل مخانايو يبلعلو سلزي عب لابراتوري بتزل اليوم من قد جيروم موسكيتو زي تتعنتو أفاريوم نعب تزل اليوم بوتا يبلوه سلزي عسون مكل خال بزوح تسعيرو عبيرترا نابنت يبهال قن عبيرترا زيناي فاونديشن على يبلني عب أفريقا كالي قن عسو كساب حجيك قدامايك أتعال حماميو انجيسو واتكابيك متخم زخيل بتخكل زقبركم مثلاً هاتي اللينجن أبكال بزيء أزنيه نعوز ملكات كم تعلكم يه so سال ساي من قدي نخن فلت رأيز وزلقه أب مقبل أب أبتاش من زلقه أبزي كارب لكم يه أي كارب كنا لقى أبكال قبر لكم يه مقبل عندي مسار عنا ثم غن Know that after this company positively, absolutely knew that they had a medication that was infected with the AIDS virus, they took the product off the market in the U.S. and then they dumped it in France, Europe, Asia, and Latin America. The medicine's called Factor VIII. It was an injection medicine that was used for hemophiliacs, mostly children. حدا مدهانيسي أبا أمريكاتي FDA زبهال حدا قنية حمامي زيت أطوك بلا هلوه مزبولوه من التون بير زبهالو كامباني نت مدهاني توسيدوم أب جابانن أب كالك كفالني عالمون كمون أب يروباي بلا هلو تخالكيلو زول أب أمريكا حدا قنية مخانو نافلوتو أب بمخسب أب كالو تقراشيت أمو نفزوحات زبغتي لهم انجاس عجز زنا إيروبا نا أمريكا عزيز حزنو كوانتغوني إزي كونسبت زي أب أفريكا كن ديك زي زقبر ات pesticides تنني دخيز تقامول ويكا نسحاي تقامول كيميكال بزوع كيميكالات ابز معبول عالم استغل كله سيلا بافريكا يتقامول له تديهم لهم بزوع مدهانيت بزوع كيميكالات ابز معبول عالم زتخل كله بحقي اب افريكا يتقامول له اذا دما كساب كندي تنقاغ زليو كساب كندي قلعنت نايز اجندا ناتهم كاين عام زل افريكا بسنك تدخنات ان صقما ابلع توقن بوليتيكا وشرحن مالتي children had been born with an incurable disease. Hold on, Mike. So you're telling me that Bayer knew that this drug was infected with the AIDS virus. They yanked it from the market in America, and then they dumped it in markets overseas. They had to figure out a way, Joe, to make a profit on a product that they could not sell in America. So they made a huge profit. They dropped the product in Japan, Spain, and France. In America, not one corporate executive for this company has been indicted or even criminally investigated. كنت زيك انوات كل مدحانيت بمخسب بمشات
ኣብዚ ሓደ ሃገር ምስተኸልከለ ንጥዕና ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ዝተኸልከለ ኣብ ካልእ ዓለም ብመኽሰብ ክሸጡ ዝኽእሉ እቲ ዝሕዝን ክፋል ከ ሓደ ካብኣቶም ክሪሚናል ቻርጅ ዝኾነ ሰብ ዘይምህላው እዩ እዚ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ብተደጋጋሚ ገበን ኣብ ልዕሊ ገበን ኣብ ደቂ ሰባት ዞም ናይ ፋርማ ካምፓኒ ክገብሩ ከሉ ኢንዱስትሪ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ከምዘይብሎም ስለዚ ስ ናት ኦንሊ ዋን ኬስ ከምዚ ሓደ ኬስ ሒዘልኩም ዝመፅእ ዘለኹ ከይመስለኩም ካልእ ኣጀንዳ ናቶም ብከመይ ይሰርሕ ኣሎ ለትስ ጎ Got people like Bill Gates, the United Nations, the Rockefeller Foundation that come into Africa and fund family planning programs that deliberately seek to reduce the population. እዞም ኩሎም ዓበይቲ ፕሮጀክትስ ቢል ጌትስ ሮከፌለ ፋውንዴሽን ዝበሃል ዩናይትድ ኔሽንስ ካልኦት ማሕበራት ናብ ኣፍሪካ መፅኦም ብዙሕ ግዜ ኣተኩረናቶም ኣበይ ይብል ኣሎ ፕላነት ፓረንትሁድ ብቓል ዘራርባ ጥዕምቲ ሽም ዝገበርዋ ኣፍሪካውያን እቲ ህዝቢ ኣፍሪካ ንምጉዳል ዝጥቀምሉ ኣጀንዳ እዩ ስምዑ ሕጂ ከመይ ክጥቀም እዮም of African people. That's one of the biggest reasons for LGBTQ. That's one of the biggest reasons for LGBTQ. እቲ ዝዓበየ ምክንያት ናይዚ ግብረ ሰዶማውነት ምስፍሕፋሕ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ኣባና ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ኮኑ ሰብ ከጉድሉ ዝደልዩ ዘሎ ዋላ ቀንዲ ናይ ኣፍሪካ እንተኾነ ተተክሮ ዋላ ወይ እውን ከምቲ ዝደልይዎ ይዕወትሉ እንተዘሎ ኣብ ምዕብል ዓለም ብትኽክል ሰሪሕሎም ኣሎ እዚ ግብረ ሰዶማውነት እዚ ትራንስጀንደር ዝበሃል ኩሉ እዚኣቶም ክወልዱ ከምዘይክእሉ እዮም ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ነቶም ቆልዑ ፆታ ክቕይሩ ኢሎም ንሓዋሩ እዮም ዘምክንዎም ነቲ ወዲ እቲ ቴስቶስትሮን ለቨል ናቶ ኣዝዩ ከምዝጎድል ይገብርዎ ከምኡ ውን ነታ ጓል እቲ ናይ ምውላድ ናይ ዝረአ ዓቕማ ይቕይርዎ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ዋላ እንተተዳዕሱ ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ኣዝዩ ከምዝትሕት ስምዑዎ ሕጂ And I'm not against no homosexual or no lesbian. I love all African people, but I reserve the right to disagree with any lifestyle that threatens the survival of the traditional African. LGBTQ is the new birth control pill. Why do I say that? Two men cannot reproduce. Two women cannot reproduce. And now they're even transgenderizing our... So, እዚ ግብረ ሰዶማውነት እቲ ሓድሽ ምዕቡል መንገዲ ምክልኻል ናይ ጥንሲ ወይ ከዓ ናይ ምፍራይ እዩ እዚ ድማ ክልተ ወዲ ወይ ክልተ ጓል ከምኡውን እቲ ትራንስጀንደር ዝበሃል ከልካሊ ስለ ዝኾነ ስለ ደየፍቅድ ንክትፋር children do you know what that means they're manipulating and indoctrinating african children to undergo sexual surgery so they'll never be able to reproduce again when Dwayne Wade whose son is now legally had his birth certificate changed he's legally a girl yeah Dwayne ዝበሃል ሓደ ዓቢ ባስኬትቦል ተፃወታይ ዝነበረ እዩ ወዱ በኽሪ ወዱ ይመስለኒ ናብ ጓል ተቐይሩ ኣሎ ብዛዕባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ hormone therapy when he gets 30 years old and looks in the mirror and says you know what I don't like living like this no more I want to go back to being what God made me a man I want to get a wife and I want to have children ወዲ 30 ዓመት ምስኮነ ናብ ጓል ተቐይሩ ኣሎ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ምስኮነ ተጣዒሱ ናብቲ ናይ ቀደም ወዱ ኮይኑ ተመርዒዩ ሓዳር ገይሩ ውላድ ክወሉ ተደልዩ እንታይ ከጋጥመ ክእል ስምዕዎ ኣይከኣልኒ we only got one problem don't we your reproductive is gone We got another problem. Your testosteronic levels are gone. Your ability to produce healthy seed is gone. There is no going back. We are not looking at this LGBTQ thing the way we should be looking at it. It is birth control and racial extermination. Why do you think Kamala Harris is traveling throughout Africa trying to convince African countries to legalize gay marriage? Why does America care how Africa chooses to... ኣብዚ ቀረባ ኣብ 2023 ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ናብ ኣፍሪካ ኣብ 5-6 ሃገራት ከይዳ ኣብ ኩለን ግን እዚ ግብረ ሰዶማውነት ብሕጋዊ ንክነብሩን ንክምርዓውን ንክብሉን ክድፋኣሉ ከም ዘለዎ ሂማን ራይትስ ምዃኑ ንዑ ምጥሓስ ዝመን በዓል ኡጋንዳ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዲፕሎማሲ ዓብ ፀገም ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ከተፈራሪ ጀሚራ ኣሎ እዚ ድማ ክፋል ናይቲ ኣጀንዳ ናቶም ስለ ዝኾነ እዩ ይብለና ኣሎ ሩን ኢትስ ሶሳይቲ ዋት ዱ ዩ ኬር ኣባውት ማሪጅ ኢን ኣፍሪካ ቢካዝ ኢፍ ዊ ካን invade African culture to the point where we can manipulate African children into same-sex relationships or outright transgenderism, which is the extermination of your bloodline. We can start predicting the reduction. So, እዚ ተሓደ መንገዲ እዚ ግብረ ሰዶማውነት ሓጢያት ምዃኑ ወይ ንገለ ደይኮነስ ንብፅሒ ንምጉዳል ህዝቢ ዓለም ዓብዪ ኣጀንዳ ኣብቲ ኣጀንዳ ናቶም ልክዕ ትኽክል ስለ ዝሰርሓሎ እዮም ዝደፍእሉ ዘለዉ እዚኣ ተረድያትኩም ኣላ ካልእ መንገዲ ካለና እዚኣ ካስምዕዋ world all entities in the world after thousands of years during which humans were the rulers of the world
authority and power will shift away from humans to computers, and most humans will become economically useless and politically powerless. Already today... So, بتوسع قدما زناي تكنولوجينا artificial intelligence دما مستمع بعلن قلت عفن زقبرو زلو اتي حيلن قطبانا بوحدات سبات كمزي كبك قبريو نزباس حسابات دما قطبوهم زيرو تقم زي بلوم كمو دما عقموي بلوتيكاوي صلوا زي بلوم power زي بلوم كقبرمي زي دما useless class حبرة تسابكم عبلي بلنالو بخالة زرار با نفس وكفنا كنتنقق لنا كن مهارة لنا قطبانا كن عيلة لنا بزعب حدنا كن حاسبة لنا بزعب زرنا دكنا حبرة تسابنا كن حاسب كن كلا لنا قزيوي نفس وكفسب نصدرون نحجر كنا محضر عقب أنت زي بلنا جزاهنا خنا محضر نفسنا خنا محضر مجمريا جزاهنا خنا محضر دمان نفتن مخنياته عند حقنا حبرة سب جزاه خاص لزخوني أب جزاهنا توكيرنا أب نفسنا توكيرنا تسرعنا كل تزولت أجمعات كنا هاليون خلنا يعني كل دما أجد أس عبريتا تعب جنداناتهم تابتك أنا زز أو تنازلوا ذيك الجيم زي كنا تنوح بلاناتهم نافلت نين تخيدنا تزعبي كنترول عبر سنا ينزل سنا وقاس أروان تخيلهم يوم وديهم نازلوا سنا تنقيحو نبز بس حوي بلون مغنياتو نخل سب قاتل وايد اليوم مغنياتو سلنا اليوم كساب زلنا سلنا اليوم نربحهم ود سلزي تتنكي غنا نخن كيد أملاخ يو نعلم كتفان كودان زغيل زقبر انت قبر مدرخهم حزام كحلفي كندي حيالان زفتن ويزي نقزيو كسام بدنان كفرونا خلو كيف لدنا خيات فنان بر تفليتنا يو أملاخ لنا حيلنا يلنا أب أملاخنا أبتبه لنا كبرتاتنا تسجينا تغيدنا زمت أن كل هاي كونن بحالية بزخن كتل دما نايوتر من يوتيو نايلو ما عرفت أبز خودي أبكار كم زعنت عرفت أنت دليلهم حبروني نعطكم ريتو نعطكم تمكرا دما بهناس من قد أبكم إن سكشن قد فلينا بلكو كسنا بتكمي تشاو حبرة سبنا نكغير نفس وكفنا خن كتلو زلنا كاب إيساويان بفلاي كاب تشاينا ويانن هنداو يانن كن مهارو زلنا زيو زيوم حبرة سب زيوم نفس وكف سنتيم أبزي بوتاي تودغنيا زي اليوم مجايز أيقزونيوم جنزبون بعجباب يحزوا ينفستي قبروا ستوك ماركت كمون كريبتو أزدي أكداس يابزي كالاي سومن دوك أمن أب تمرتي بفر لايدما أب آي تي أب إنجينيرين أب بيزنس زل على تقرر لهم داتس وايدما مايكروسوفت وغوغلن بهنداويان كمون أب كال يسياويان زمركم سالسايدما نفس وكف زر زلوهم جنزب أب عدوم جزاد يو بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل صفر علي بروغرام لنا كم أمن غن عبي كن قطولون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقع مولي بلاكم. Thank you.